السلام عليكم، مساكم الله بالخير. إن شاء الله سديمنا اليوم راح يكون سديم النورس. سديم النورس هذا سديم كبير جدا ويحتاج تلسكوب كاسر، وكل ما كان الفوكل لينث ماله أقل يكون أفضل. سديم النورس يقع في كوكبة الكلب الأكبر، وهو يقع في وسط المجرة جهة المشرق، وهو سديم كبير جدا، يعني راح يطلع بالتصوير يعني جزء منه أو جناح الطير هذا، جناح النورس هذا ما راح يبين كامل، لكن يعني وجه الطير هو يعني يشبه البغبغاء، ما يشبه النورس، هو يشبه البغبغاء، بس هم يسمونه سديم النورس، ويسمى أيضا سديم البغبغاء، ولكن هو لا يش يعني ما يشبه النورس يعني إلا في جناحه ممكن، أما وجهه يشبه تقريبا البغبغاء، وحتى البغبغاء يعني ما أعتقد يشبهه، هو يشبه طائر يعني مثل تقول طائر متوحش، طائر كبير كذي شكله يخوف يعني، يعني أنا أشوفه يشبه يعني ممكن يشبه ملك الموت، ممكن ما أعرف شكل ملك الموت، لكن شكله يخوف يعني طائر شكله مرعب وله فم كبير وشكله يخوف يعني صراحة. فهو مثل طائر أسطوري أو شيء يعني، أو مثل ما تقول خفاش، أو يعني طائر مخيف. فإن شاء الله تصويره راح يكون جميل. خلينا نشوف المعدات وإن شاء الله نبدأ التصوير. هذه المعدات اللي راح استعملها كاميرا الكيو اتش واي 286 ملونة، واي كيو 6 ماونت، والتلسكوب اللي هو راح يكون سكاي واتشر 100. هذه المعدات اللي راح استعملها اليوم. خلينا نشوف الاوتو جايدر، برنامج البي اتش دي 2. ما شاء الله البي اتش دي 2 اليوم يعني عجيب، ما شاء الله اليوم تصوير البي اتش دي الاوتو جايدر اليوم ممتاز. خلينا نشوف الارقام. التتبع اليوم ممتاز عندي. الآن نبدي معالجة سديم النورس. نبدي معالجة صور سديم النورس. صراحة هو سديم جميل جدا. خلونا نبدي. راح نختار الملف اللي راح نشتغل عليه. وراح نشيل مالتي تشانل ومالتي سيزن. السديم اسمه IC777. أول شيء نروح المرحلة صفر ونختار الـ RGGB ونعلم على الصح، هذا أول واحد. طبعاً إذا كنت تستعمل كاميرا DSLR فلازم تعلم على الثانية هذه. الآن نبدأ نضيف الصور. هذا هو السديم، 24 صورة، كل صورة 300 ثانية، 5 دقائق. وبعدين نجي للفلات، بعد الفلات نجي إلى الدارك،
وبعدها إلى البايز، الآن هنا حملنا كل الصور، نتجه للمرحلة الثانية ونضغط كرييت ماستر، فيخل يعمل لنا أو يضيف أو شيء، هو يعمل ماستر دارك وماستر بايز وماستر فلات، بعدين يضيفها إلى كل الصور، وهذا يبين هني في الأسفل بعدين شنو هو شنو أضاف، شنو أضاف إلى هذه الصورة، هذه الصور. طبعا الكاميرات السي سي دي أو كاميرات الفلكية فيها شيء اسمه الجين، مثل ما تشوفون هنا الجين والايزو. الجين هو نفس الايزو اللي بالكاميرا العادية دي اس ال ار، انت تستعمل ايزو، هني اسمه الجين يسمونه. واذا كنت انت في المدينة في منطقة مليئة بالاضاءة والتلوث الضوئي، فتقلل الايزو او الجين هذا الى اقل شيء افضل. واذا كنت في منطقة مظلمة في الصحراء، ترفع الجين هذا الى 110، أو وتجرب يعني تصور ترفع إلى 50، بعدين إلى 70، إلى 100، حسب شدة الظلمة الموجودة في المنطقة اللي أنت فيها. كل ما يكون المنطقة فيها ظلام أكثر، تقدر ترفع الجين هذا حتى يساعد في توضيح الصورة، مثل الآيزو. هو يعمل مثل الآيزو في الكاميرات الدي اس ال ار. لذلك احنا نشوفه محطوط هنا آيزو والجين مع بعض. وطبعا هذا الوقت 300 ثانية حق الصورة، يعني 5 دقائق، وهذا التاريخ والتاريخ والساعة أو شيء كذي. و وهذا كل بيانات الصورة واسم الكاميرا، مثل هذه كيو اتش واي سي سي دي كيو اتش واي 268 سي سي، يعني كلر ملونة، و16 بت، و ار جي بي يعني كاميرا ملونة، وهذا الدايمنشن تبع الصورة يعني طوله في الأرض، وهني اللي هي الدبير مال الكاميرا، أو نوع الألوان بالكاميرا اللي هو اللي يعني كل بكسل فيه أربع خانات، فهذا فيه خانة ار جي جي بي بهالطريقة يعني. و يعني هذا بيانات الصورة الباجي يعني، وحجمها هاي 49، كل صورة 49 ميجا بايت، ونوعها تي اي اف. بعد ما تخلص هذه راح يعبي لنا هني خانات، راح يقول لك كل صورة شنو حطينا عليها، حط عليها البايز والدارك والفلات وكل شيء. فأرجع لكم بعد ما تنتهي هذه العملية. الآن عملية الكالكوليت هذه خلصت، والآن نلاحظ أن أضاف ماستر بايز للصور، ماستر دارك وماستر فلات، هذا أضافهم للصور. خلينا نشوف صورة منهم. يعني العادة الكاميرات الملونة ما يبين، يعني دائما تلاقيها في الطريقة هذه، والسدي موجود بالنص يعني، بس إنه مو مبين منه شيء. خلينا نضيف له الدارك والبايز والفلات، خلينا نشوف. مو مبين شيء، بس احنا يعني بعد ما نجمع الصور هذه كلها بالكامل، راح تعطينا الصورة النهائية. الآن نتجه إلى المرحلة الأخيرة اللي هي انتجريت تجميع الصور. ننزل الآخر ونضغط انتجريت، وخلونا نشوف لما يجمع كل الصور، فراح يظهر السليم في النهاية. الآن هذه العملية انتهت، هذا هو السديم، هذا هو السديم مقلوب صحيح، هذا هو السديم. خلونا نعمل ريموف لايت بليوشن. انا ما راح اقص الصورة، الصورة ممتازة،
ما يحتاج تقصها. بس بعملها ريموف لايت بوليوشن، بعدين باخذها الى برنامج ازالة النجوم، بعدها الى الفوتوشوب. تلاحظون هذا الرأس، هذا رأس الطير وهذا جناحه. تلاحظون السديم مو كله مبين، يعني الآن جزء من الجناح هني وجناح هني والجسم الأسفل هذا كله مو باين، يحتاج هو إلى تلسكوب. يعني الفوكال لينث ماله يعني 250 300، ممكن تستعمل أو حتى 400 إذا في عندك عدسة كاميرا 400 ممتاز. خلينا نحفظ الصورة، أنا بعد ما بعالجها أكثر من كذي، خلينا نحفظ الصورة ونروح فيها على الفوتوشوب ونعالجها هناك. ولازم تختار 16 بت. الآن احنا انتهينا من هذا البرنامج، خلينا نروح نشوف البرنامج الثاني اللي هو برنامج إزالة النجوم اللي هو اسمه ستار نت. الآن هذه الصورة موجودة، هذه هي الصورة النهائية، بس نحتاج نقلبها. الآن بينت أوضح معنا، هذه هي الصورة. الآن احنا راح ناخذ نسخة منها ونضعها في برنامج إزالة النجوم اللي هو الستار نت. نجيبها في المكان، بعدين مجرد انك تشيل تاخذ الصورة وتضعها على ملف RGB EXE. هذا الآن راح يبدي يعالج الصورة ويزيل كل النجوم منها، وبعدها أرجع لكم. الآن تلاحظون هذا 0%، هذا راح يزيد لغاية ما يصير 100%، بعدين يعطينا نسخة ثانية بنفس المكان هذا للصورة. يعني العملية هذه تاخذ وقت. الآن هذا 1%، يعني هي تحتاج إلى تقريبا ربع ساعة. الآن هذه العملية بدأت تنتهي، قربت تنتهي الآن العملية، الآن 99% انتهى، باقي هذا 1%. الآن راح يعطينا نسخة ثانية من الصورة. ملاحظين هذه الصورة الآن أعطانا إياها، شايفين الآن هذا السديم من غير نجوم. هذا السديم من غير نجوم، وهذا السديم الأصلي بنجوم. الآن خلنا نروح على الفوتوشوب
ونعالج الصورة. الآن هذه صورة السديم، لكن طبعا لما أزلنا النجوم يعني صارت الصورة بشعة جدا يعني. لكن هو هذا السديم، راح أكتفي بهذا المعالجة. راح نجيب الصورة الثانية اللي هي هذه الأصلية. هذا يكفي، هذا كل شيء. شاكر لكم، السلام.